السلام عليكم. اليوم جبتكم واحد الفضاء، ما تقوليش الرميلات، ما تقوليش بحار، واحد الفضاء رياضي بيمتيز، وماشي غير رياضي فقط، حتى للنزهه انتينا وليداتك ومولين الدار، وايضا انتينا وصحابك الا بغيتي تعمل شي طويجان، شي ميريندا، شي فطيوار مجموعين. مرحبا بكم في غابه الرحله. وعلاش قلت الناس الرياضه هما الاولى؟ لان لاحظوا عاملين واحد الارضيه، واحد الارضيه وواحد المسار كيدور على الغابه كامله، مع شحال من هكتار فيها ديك المسار ديال خاص بالجري. حنا كنعرفوا الغابه تخرين اللي في الرميلات ولا من غير الرميلات، كاين فيهم غير ارض عاديه، جبر حفاري، جبر مشاكل رجلك، هذا لا، عاملين له واحد المسار كيدور على الغابه كامله في الوسط ديالها وفي الجنابات ديالها. مهم بزاف من الناس الركض والجري بطريقه صحيحه. كاين فضاء ديال الالعاب اللي يمكن لك تجيب وليداتك فين يلعبوا ومحميين من الطريق، وفي نفس الوقت انت تتمتع بالغابه والمسار الجميل ديالها. وأيضا هنا فضاء لكرة القدم أو الركض أو ممارسة الرياضة مع جماعة. وأيضا هنا فضاء لكرة القدم أو الركض أو ممارسة الرياضة مع جماعة.
صراحة المشي مشى كيدور الغابة كاملة صراحة شي حاجة واعرة. مسار خاص من الركض بصحة أو بطريقة صحية أحسن من الأرض والتراب عادي. أيضاً هنا كل العائلات كيجيو يقضيو واحد اليوم ديالهم في الغابة، كاين حتى الكراسي باش أنك تاخد الراحة ديالك. ماشي عادي يا اخي، يا الله الحمد لله على هذه النعمة. Thank you.
اسكت نصورها صح. صراحة الراحة النفسية ماشي عادي يا أخي، والله الحمد لله على هذه النعمة. Thank you.
وهاد المحيقات شي حاجه واعره خديده. اي والله صراحة وحراحة نفسية ماشي عادي يا أخي. الله الحمد لله على هذه النعمة.
الراحة واحد الراحة نفسية ماشي عادي يا أخي. والله الحمد لله على هذه النعمة. Thank you.
اش قلت نصورها صاحبي.
ماشي عادي يا اخي. Thank you.
صراحة واحد الراحة نفسية ماشي عادي يا أخي. الحمد لله على النعمة. الراحة النفسية ماشي عادي. Thank you.
شي حاجة واعرة خديرة. نفسية ماشي عادي يا أخي، الحمد لله على النعمة. Thank you.
صراحة واحد الراحة نفسية ماشي عادي يا أخي. الحمد لله على النعمة. راحة نفسية ماشي عادي يا أخي. الحمد لله على النعمة. Thank you.
اش كنت نصورها صح. صراحة واحد الراحة نفسية ماشي عادية يا أخي. يا الله الحمد لله على هاد النعمة. Eu não sou o Asa.
صراحة واحد الراحة نفسية ماشي عادية يا أخي. يا الله الحمد لله على هذه النعمة. اسكت نصور صح. صراحة واحد الراحة نفسية ماشي عادي يا أخي. يا الله الحمد لله على هذه النعمة.
واش كنت نصورها صح. وهاد المحي بقات شي حاجة واعرة خديرة. ايه والله ايضا هنا فضاء لكرة القدم او الركض او ممارسة الرياضة مع جماعة. وهاد المحي بقات شي حاجة واعرة خديرة. ايه والله